هل تعلمون أن أعدادا كبيرة من دور الحضانة أو النيرسري في لبنان لا تستوفي الشروط الصحية أو شروط السلامة العامة، ما ينعكس خطرا على حياة وسلامة أبنائكم؟ هل تعلمون أن أعدادا من دور الحضانة تعمل بدون ترخيص ببساطة لأنها لم تستوفي الشروط؟ دور الحضانة هذه يجب أن تكون المكان الأكثر أمانا للأطفال على الصعد كافة، ولكن البعض يصر على الاستهتار بالرغم من الإنذارات التي وجهت له من وزارة الصحة. ولأن صحة الأطفال وسلامتهم تأتي أولوية، أصدر وزير الصحة وائل بوفعور قرارا بإقفال أكثر من 77 دار حضانة إذا لم تستوفي الشروط، وبالتالي إذا لم تستحصل على ترخيص من وزارة الصحة في مهلة أقصاها 15/6/2015. سبق وبعثت أكثر من رسالة وأكثر من إنذار للحضانات، وسبق كمان الوزير السلفي الوزير علي حسن خليل كمان بعث أكثر من رسالة إنذار للحضانات لتسوية أوضاعها. في حضانات سوت أوضاعها عدد كبير، ظل عندنا 77 حضانة غير مستوفية للشروط، وبالتالي من وجهة نظرنا لا يؤتمنوا على أطفال لبنانيين أو غير لبنانيين أن يكونوا موجودين عندهم. لذلك القرار اللي أخذته بعد الإنذار لأكثر من مرة بأنه ب15/6 كل الحضانات التي لا تستوفي شروط الترخيص سوف يتم إقفالها. دور الحضانة غير المرخصة منتشرة في كل لبنان، اللوائح مفندة وبالأسماء. في البقاع العدد 3، في الجنوب العدد غير المرخص 12، في الشمال عدد دور الحضانة غير المرخصة 32، في بيروت العدد 13، في جبل لبنان العدد الأكبر وهو 41. أكثر من حادثة مأساوية شهدتها دور الحضانة في لبنان، من هنا اهتمام وزارة الصحة خصوصا في ظل الحملات المتعددة الهادفة إلى تأمين سلامة المواطنين. وقد خصصت الوزارة فرقا للكشف على كل دور الحضانة في كل الأراضي اللبنانية للتأكد من استيفائها الشروط. أول شيء هني بيجوا بيقدموا طلبات، نطلب منهم السندات، ثالثا نحن بنروح بنكشف لعندهم بنشوف مستوفين الشروط أو لا، وعلى أساسها يعطى الترخيص أو لا يعطى. ولكن حضاني بدون ترخيص مدرسي بالنهايه عم تستقبل اولاد الناس، اضافه لانه في رقابه على امور كثيره، الاكل، طريقه التعامل مع الاطفال، الناس اللي موجودين اختصاصيين مش اختصاصيين، في شروط سلامه عامه للاطفال او ما في شروط، قريبه من طريق عام مش قريبه، كلها شروط يجب استيفائها. 3 أشهر امام المخالفين او الذين يظنون انهم يتحايلون على القانون والنظام العام. طبقوا معايير وشروط وزاره الصحه او مصيركم الاقفال.